أعزائنا المتابعين والمشاهدين، مرحبا بكم على مواطن من جديد في حلقة جديدة تناقش قضايا حساسة تهم الشأن الخليجي والعربي. أعزائنا المشاهدين والمتابعين، اليوم نستضيف معنا الأستاذ أحمد سعد زايد من جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد صويلح من العاصمة البريطانية لندن، للحديث حول مجموعة من القضايا المرتبطة بلقاحات كوفيد 19 والميث والخرافات المرتبطة والمخاوف حول اللقاحات التي سنحاول أن نقوم بتغطيتها من جانبين: جانب يتعلق بالخلفية الإنسانية حول هذه المخاوف، ومن جانب آخر الرأي العلمي والطبي في هذه القضية. مرحبا بكم أعزائي. اهلا بك يا فاروق باشا، حياك حياك. واهلا بك يا دكتور صويلح. استاذ محمد، استاذ احمد، اهلا وسهلا فيك على عيني وعلى راسي. دكتور محمد، يا مرحبا بك. حياك حياك الله. نبتدي معك استاذ احمد. في البداية احنا بنحاول انه نتكلم عن الجذور التاريخية للخوف. أنت كما تعلم نحاول أن تستعرض لنا كيف يمكنك مناقشة طبيعة الخوف من كل ما هو جديد من وجهة نظر تاريخية. بالنسبة مثلا الآن مخاوف من اللقاحات، مخاوف من التطور بشكل عام، مخاوف من كل شيء. الأمر ليس متعلق فقط باللقاح، ولكن هناك خوف من كل جديد قادم على البشرية. نحاول أن تلخص لنا ما هي طبيعة هذا الخوف من وجهة نظر تاريخية. والله الإنسان يعني منذ وجد ومنذ نشأ فيه الوعي وهو عنده هذا الخوف. نحن ولدنا بالخوف، الخوف من الطبيعة، الخوف من الآخر، الخوف من المرض، الخوف من الموت، بل لعله يعني سبب رئيسي في ولادة الدين ومحاولة الإجابة على مشكلة الإنسان الأساسية، وهي الخوف من الموت والمرض وحتى وتجربة الحياة. كان السبب الرئيسي في هذا هو وعي الإنسان وخوفه بالمخاطر التي تحيط به. ولعلنا نحن نشترك مع الموجودات الحية في هذا الخوف، خصوصا يعني لو شفنا الحيوانات بما فيها حتى الأسود والنمور وسمكة القرش والدرفيل وكل هذه الأشياء، بل والحشرات عندها هذا الخوف، هذا الحذر الغريزي. لكن احنا الوعي بتاعنا بيخلي هذا الخوف خوف مضاعف، فبسبب هذا الخوف المضاعف وجدت حولنا الكثير من الأيديولوجيات الدينية وغير الدينية التي تحاول أن تحل مشكلة الإنسان. يعني لعل سبب هذا يعني هذا الخوف المضاعف سبب رئيسي في وجود التفكير الديني. التفكير الديني يعني فيما نعلم لا يوجد عند الحيوانات، لا نجد مثلا يعني صرصور شيعي او مثلا او او غزال مثلا كاثوليكي او اي حيوان منتمي لاي دين، يعني سني او شيعي، بوذي او درزي، مش هنلاقي فار مثلا يعني على مذهب اهل السنه والجماعه. فلا يوجد هذه الصراعات الدينيه والافكار الدينيه كحل لمشكله هذا الخوف المضاعف اللي موجود. وبسميه خوف مضاعف ليه؟ لان في الخوف العادي اللي موجود عند كل الكائنات الحيه ذات الوعي، او شكل من اشكال الوعي، بسط هذا الوعي او تركب. اما عند الجنس البشري فهنجد الخوف مضاعف، الشك مضاعف. يعني ممكن انا مثلا لو انت يا عم فاروق او يا عم محمد عازمني عندك في البيت وانا مش مرتاح لك او خايف منك، ممكن اخاف اكل عندك، اقول لك ده يمكن حاطط لي سم شيء بتاع. لكن لو حيوان هياكل ويسمي او ما يسمي الله، يعني هياكل على طول ولن يهتم، يعني لن يفكر في سؤال ان هذا الطعام قد يكون مسموم. هذا ممكن يطغى على ذهن الانسان.
أن هذا الطعام قد يكون مسموم، قد يكون خدعة، قد يكون كذا، أما الحيوان فليس عنده هذا الإشكال. وعشان كده هنجد الحيوانات تأخذ الأدوية، يعني الأطباء البيطريين بيتعاملوا معها، هو يعني لا حول ولا قوة، مسلم أمره للطبيعة تسليم تام، وعنده هذا الخوف الغريزي. يعني بقول لك حتى الحيوانات الشرسة والمفترسة عندها هذا الخوف من بعضها البعض، حتى ممكن يخاف مثلا لو أسد أو نمر ممكن يخاف من قطيع من الوعول أو من الجاموس أو ما شابه ذلك. فالخوف إحنا اتولدنا بيه وموجود معانا بسبب وعينا بوجودنا. ولعل أول حاجة حصلت لما يعني مشى، يعني زي ما قالوا ولد الدين، عندما كان يمشي صديقان في الغابة فسقط أحدهما سريعا بسبب يعني سقوط شجرة عليه أو أسد التهمه أو ما شابه. فيعني حبيبي ده أو حبيبتي دي التي عاشرتها وعشت معها يعني السنوات ذوات العدد، وأكلنا وضحكنا وبكينا وتعاركنا، فجأة اختفى. فيبدأ سؤال يعني ايه لا بد ان يحدث شيء بعد الموت، لا بد ان القاه هذا الشخص بعد الموت، لا نرضى ابدا بان يكون هذا هو اللقاء النهائي. فهذا هو الخوف الذي ولد فينا الكثير من المعاني. والخوف مفهوم، لكن الاشكال ان الخوف عند الانسان احيانا بيكون مرضي بالزياده، يعني بالزياده. يعني مثلا المفروض انا رايح لواحد صديق عادي او صديق يعني لا يعني او فاشك اشك في ان هذا الطعام مسمم كذا مش عارف كذا، عارفين الفيلم بتاع الدواء وفيه سم قاتل، يعني يعني ايه هذا الشك اللي موجود يمكن مرتبط اكتر بالذهنيه المتخلفه، سواء كانت في الغرب او في الشرق. الذهنيه المتخلفه دائما تفترض السوء في من حولها، يمكن للبؤس الذي تعيشه، فهي يعني تظن أنه لا يأتي العالم لها بخير، لا يأتي حتى الله لها بخير، أن الله مستقصدها، الله يعني مستهدفها، والآخرين كل ما هو آخر مستهدف هذه الذات المتخلفة التي هي في الوجود مفعول بها أكتر منها فاعلة. فهنجد الخوف مضاعف والتشكيك في اللقاحات، بل والتشكيك أصلا في الوباء. أحكي الحكاية دي وأسلمكم الميكروفون. ليا صديق عزيز جدا عنده حالة مستعصية، باعتبار إن محمد طبيب معانا، يعني حالة مستعصية، راجل له قريبه خاله أو ما شابه في أحد المستشفيات الاستثمارية الكبرى، بيدفع يعني آلاف الجنيهات يوميا، والراجل قريبه عنده كورونا وفي العناية المركزة في الانتنسيف كير، وراجل رايح فيلتقي بطبيب في المصعد في الاسانسير بتاع المستشفى، طبيب يعمل في المستشفى، فالطبيب ده يقول له ايه؟ يقول له الموضوع كله مؤامرة، القصة مؤامرة ومفيش كورونا ودي لعبة لعنة الله على الصينيين والامريكان. فبقول لك يعني مش واحد عادي، يعني مش واحد مثلا بتاع طماطم، واحد يعني راجل بسيط طبيب يعمل في المستشفى، المستشفى والراجل هذا عنده شخص موجود في المستشفى بين الحياة والموت في العناية المركزة، وهذا يقول له يعني بيقول لي أنا والله لولا بس الظروف والله كنت أعطيته يعني كف على وجهه كفى على نفسه. على هذا الأحمق. جميل استاذ احمد، جميل. بالنسبه مثلا تاريخيا في تاريخ تعامل الانسان مع اللقاحات، هل هنالك تخوف كذلك مع لقاحات سابقه تاريخيا؟ انه الان مثلا نحن الان في عصر السوشيال ميديا، عصر الانفتاح الحضاري، العالم اصبح قريه واقرب من بعضه. فسابقا قبل توفر كل هذه الاشياء، هل كان يوجد في المجتمعات البشريه التخوف بشكل عام من في التعامل مع اللقاحات؟ طبعا يا عم، مش في التاريخ ده، احنا في الجغرافيا، في الان، في اللحظه الان وهنا. هناك من يفتي بتحريم اللقاحات، يعني هناك من يرفض اللقاحات بسبب نظريه المؤامره او بسبب يعني خرافات دينيه معينه. فهناك يعني حتى في الولايات المتحده الامريكيه بعض الجامعات الدينيه ترفض اللقاح، يعني حتى مش اللقاح كورونا، لقاح شلل الاطفال، يعني اشياء مهوله. يعني الخرافه اذا سيطرت على الانسان والجهل مدمره يعني. وممكن الدكتور محمد يقول لنا بقى تاريخ اكتر من هذا في المرض واللقاح. جميل جدا. ننتقل للدكتور محمد.
دكتور محمد، بالنسبة للقاحات هذه، خلال عام تم إنتاج لقاح جديد، نود أن نعلم فقط ما مدى موثوقية اللقاحات الجديدة ومعايير الأمان التي تضمن أمانا مقنعا لاستخدام هذه اللقاحات؟ طيب، قبل ما أجاوب على سؤالك يا فاروق، بس حاب أعلق بسرعة على نقطة، لأنه الأستاذ أحمد أثار نقطة جدا مهمة وعدة نقاط الحقيقة. بالنسبة لتاريخ الخوف من اللقاحات، تاريخ طويل من أول يوم. يعني اللقاحات المعاصرة، يعني كما أعرفها أنا مثلا، اللي تستخدم مثلا اليوم في بريطانيا، بدأ تاريخها من وقت طويل، لكن في العصر الحديث في القرن 15 16، ومع كل لقاح كان دائما في هذا الخوف. يمكن أول معركة، يعني the first battle في العصر الحديث ضد مرض هزمناه باللقاحات، كان ضد السمول بوكس، أو والله مش متذكر بصراحة بالعربي، لكن السمول بوكس هذا عبارة عن مرض فيروسي يعمل مرض جلدي ومرض وحميات ويؤدي للوفاة، وكان يقتل بالآلاف. ولما كان اللقاح موجود ظلوا الناس سنين، ولهذا جداول اللقاحات نعمة القدري، المصطلحات العربية أوقات للأسف، لأنه الآن الطب كله باللغة الإنجليزية، فتروح من رأس الواحد. الفكرة أنه حصل تطور طبيعي لجدول اللقاحات وبصعوبة فائقة. إذا في بريطانيا مثلا، لو أخذناها كمثال، إلى يمكن سنتين مضت وفي لقاحات يتم إضافتها للفاكسينيشن، يعني للجدول الرسمي للقاحات، بسبب كثير من الأشياء يدخل فيها كمان المخاوف، وان احنا نفحص هذا اللقاح مره واثنين وثلاث واربع مرات. هاي نقطه. النقطه الثانيه، الاستاذ احمد اشار لنقطه مهمه، الوعي المزيف لبعض الاطباء، وهذا جدا خطير. انا لسه امس يمكن حد يكلمني من اليمن ومؤمن بموضوع ان الموضوع هذا مؤامره. فالغريب انه مهما تشرح للشخص هذا انه انا شفت ناس تموت وانا تعاملت مع حاله كوفيد سواء او الفيروس هذا كورونا في الموجه الاولى وفي الموجه الثانيه، والناس فعلا تموت وتدخل في مضاعفات، لكن يعني تصديق جدا صعب. هنا رجع للموثوقية. بالنسبة للموثوقية الذي يستخدم في الاعتراف باللقاحات ونشرها هو العلم. يعني أنا كنت أكلمك يا فاروق قبل شوية أنه مثلا هنا في المملكة المتحدة عندهم مؤسسات متخصصة علميا تقوم بفحص اللقاحات بعدة مراحل. يعني تبدأ من أول البث العلم أو المادة العلمية وموثوقية هذه المادة العلمية ومصدرها، وبعدين إلى الفرضيات الموجودة وهل هي منطقية أو لا، وبعدين إلى عمليات الإنتاج، وبعدين في عمليات اللي هو يعني التجارب اللي تبدأ بعض الحين، تجارب حيوانية وبعدين تجارب سريرية. يعني أنا شخصيا كنت شاهد على إحدى التجارب مثلا في الموجة الأولى من كورونا، واللي أعطت نجاح كبير، وهي استخدام الهرمونات استرودية، يعني الديكساميثاسون تحديدا على المرضى، أعطى نتائج كويسة جدا، تحسنت. يعني هو مش ما قتلتش الفيروس، وإنما تحسن المرضى بشكل كبير. واحد من المرضى اللي كانوا تحت رعايتي كان موافق وموقع على هذه الترايل أو التجربة، وفعلا أخذ العلاج، وبعدها بكم شهر شفنا احنا النتائج المبهرة، إنه الديكساميثاسون أو هذا النوع من الأدوية يستخدم أثناء علاج مرضى كورونا كان جدا مفيد. فيتم فحصها بهذا الشكل، بعدين لما يكون في ساتسفاكشن أو رضا كامل، أو يعني ما فيش حاجة 100%، لكن في رضا علمي كافي عن جودة هذا اللقاح وعن أمان هذا اللقاح، لأنه هي عدة أشياء يتم قياسها، بما في ذلك الأمان، مستوى السايد إفكتس أو الأعراض الجانبية كمان لازم يكون إلى حد معقول، بعدين يتم إنتاج هذا الفاكسين وإعطاءه التراخيص. بعدين هذا في المرحلة الأولى. بعد كذا لما يصل للبلد اللي بتستخدم اللقاح، زي مثلا لقاح فايزر اللي وصل للمملكة المتحدة، في هنا مثلا يعني جهة اسمها الميديسنس اند هيلث كير، يعني برودكتس ريجولاتوري ايجنسي، باختصار يسموها مهرة. وظيفتهم بس انه بعد كل هذا اللي حصل يعيدوا عملية الفحص من جديد وفقا للستاندرز الوطنية الموجودة هنا، أو الستاندرز أو المعايير الوطنية الموجودة في المملكة المتحدة مثلا. واللقاح مثلا زي فايزر أو لقاح زي يعني اليوكامبريدج هذا أو الموديرنا مثلا، مر بكل هذه الأشياء قبل ما يتم الأبروفل. فالموثوقية تم
يعني فحصها للقاح او انتاجها من البدايه علميا، فحصها باسلوب علمي، تجارب تمت عليها تتضمن ايضا السيفتي او الامان، ولم يتم لم يتم اعطائها اللايسنس او يعني الترخيص الا بعد كل هذا الفحص وكل شيء منشور. وانا دائما اكد على النقطه، كل شيء منشور، يعني يمكن لما تبث الحلقه بنحط الروابط كامل، انه كل شيء، كل تجربه عملت بالارقام بكل شيء، خلفيه علميه، النتائج كما هي سلبيه وايجابيه، كل شيء منشور ويمكن الوصول اليه. فانا اقدر اقول بثقه كبيره جدا ان الموثوقيه مستواها جدا عالي فيما يخص باللقاحات، وما يخص لقاح كورونا كمان اقدر اقول انه جدا عالي يعني بالنسبه للموثوقيه. من جهه اخرى، بالنسبه لرفض فئات كبيرة جدا في وسط المجتمعات، في داخل مجتمعات معينة، أنها تأخذ هذا اللقاح، ما هي المخاطر التي يمكن أن تعود على البلدان وعلى الدول وعلى هذه المجتمعات إذا رفضت مثلا فئات كبيرة وأعداد كبيرة من الناس أخذ هذه اللقاحات؟ شوف، الخطر جدا كبير. يعني الآن من الواضح الآن أن العالم مصاب بالشلل منذ بداية 2020، والآن إحنا في 2021، العالم مصاب بالشلل والفيروس ينتشر ولا ويحصل له ايضا تعديلات وتظهر منه فارينز جديده واشكال جديده. اذا لم يتم يعني خلينا ناخذ شيء معروف اولا، مثلا الحصبه، مرض الحصبه الان اصبح شيء بسيط، مش مشكله صحيه عالميه الا في الاماكن اللي فيها انهيار ودول يعني فاشله وفيها حروب. الحصبه كان مرض قاتل، كان مرض جدا مدمر، مرض زي شلل الاطفال. منذ أن استخدمت اللقاحات بشكل واسع وأصبحت منتظمة تخلصنا من هذه الآفات حول العالم. إذا لم يؤخذ لقاح كورونا وما قامتش الدول بما يجب عليها أن تقوم به باتجاه كورونا، فإن احنا سنشهد، سيستمر الفيروس في انتشار، كثير أشخاص يفقدوا أرواحهم. الخطر من فيروس كورونا والمضاعفات اللي سببها، لأنه في نقطة مهمة لازم أقولها هنا، الفيروس مش بس يعطي مرض في الصدر، يعني الفيروس أيضا مثلا يعدل أو يزيد من لزوجة الدم ويؤدي إلى مثلا جلطات، يعني جلطات دماغية، وأنا شفت مرضى بهذا الشكل وللأسف توفوا، فيسبب مشاكل كبيرة جدا بالذات في فئات معينة ممكن نتكلم عليها بعدين اللي هي أكثر عرضة. ففي ناس كثير بتفقد أرواحها. الخطر من الفيروس والمضاعفات اللي سببها الفيروس هو اكثر يعني بما لا يقاس من السايد افكتس او الاعراض الجانبيه اللي ممكن الفاكسين او اللقاح انه يسببها. فلا مقارنه، يعني لا شك في انه الخطر مدمر. جميل جدا. نعود وننتقل للاستاذ احمد سعد زايد. استاذ احمد، بخصوص الأصوات المتخوفة، نقول بأنه مثلا مرت البشرية بالتجربة حديثة مع ردود الفعل الاجتماعية أمام وسائل التواصل والإنترنت، لكن الخرافات يمكن لها أن تكون خطرة جدا في بعض المواضيع، وخصوصا موضوع متعلق بالوباء يمكن أن يبيد الجنس البشري بأكمله. كيف تتكون هذه الخرافات، وهل لها علاقة بتاريخنا التطوري؟ كذلك لو أن هنالك حوادث مشابهة تاريخيا مع البشرية في أوبئة سابقة؟ صحيح، يعني هو أصلا منذ وجدنا ونحن يعني لعلنا أبناء، يعني أبناء هذه الصور البسيطة من الحياة، أبناء الأحماض الأمينية، أبناء الفيروسات والبكتيريا والأميبا، حتى وصلنا في سلسلة الموجودات الحية إلى اللحظة إلى اللحظة التي نتكلم فيها عبر الإنترنت الذي اخترعناه نحن وصنعناه نحن كجنس بشر، يعني مش أنا وأنت. يعني العلاقة بالموجودات كلها، من الموجودات الدقيقة حتى الكبيرة، منذ وجدنا، يعني احنا توجدنا، بل احنا كل أجسامنا مليئة بالخلايا الحية، بالبكتيريا، بالفيروسات، فيما يسمى
في الجينوم البشري في حاجات فيروسات معانا، يعني انتوا عارفين الفيروسات احيانا تسبب طفرات ايجابيه، احيانا تسبب طفرات مميته او يعني بره. اثار مميته على الخلايا الحيه، واحيانا بتبقى زي ما بيقولوا هايفه نيوترال، يعني لا تفعل هذا ولا ذاك، ولكن بتاثر في الحمض النووي او في الجينوم وبيتكرر ويبقى موجود. ودي لعلها احد الاثباتات والبرهانه على يعني الانتخاب طبيعي. الطبيعي. فاحنا تاريخنا مليء بالعلاقه بالموجودات، سواء كانت الكائنات الدقيقه او الكائنات حتى المتوهمه التي اخترعها الانسان من ايام امون رع وعشتار وزيوس وجوبيتر وفينوس، كل هؤلاء وفيشنو وشيفا، ويعني كل الإخوة الآلهة اللي موجودين في التاريخ برضو إحنا علاقتنا بيهم علاقة جدلية باستمرار. اللي أنا عاوز أقوله يا صديقي إن الإنسان يعني وخصوصاً الضعيف الذي مفتقد للعلم عندما يتصل بمثل هذه الإشكالات بيحاول يلجأ، إذا كان ما عندوش ملجأ علمي بيلجأ بيقولوا إيه، يعني الغريق بيتعلق ولو في قشة، قطعة من القش كده في البحر، ممكن واحد غرقان يعني يتعلق بأي شيء حتى لو كان هذا الشيء نراه سخيفا نراه سرابا، أحيانا بيكون حتى لو سراب، حتى لو مزيف بيكون يعني مفيد أحيانا، يعني ممكن. ف يعني نذكر مثلا في تاريخ على ما أذكر المقريزي عندما تكلم عند الوباء اللي كان موجود أيام الدولة الفاطمية، الناس بدأوا المشايخ يعظوا الناس ويجمعوا الناس في المساجد ويخرجون للصلوات، فيعني وكأنهم يعملون دعوة احتفالية للفيروس أو البكتيريا، طبعا محدش يعرف، كان كل وباء يسمى بالطاعون، يعني الطاعون ولا يعرف، يعني ممكن يكون كوليرا، ممكن يكون جدري، ممكن يكون ايش، ممكن يكون كورونا الله اعلم كان اي نوع يعني، بس كانت الطواعين كثيره وانواع مختلفه، هل فيروسيه هل بكتيريه هل شيء اخر الله اعلم، لكن كان الناس تتجمع وتصلي الى الله وتذهب الى الجنازات والى عياده المرضى من عشان ياخذ الثواب، فكان الفيروس يشكو لهم هذا الدين الجميل الذي يساعد على نشر البكتيريا والفيروسات بين أفراد هذا المجتمع الديني. هذا حدث في مصر الفاطمية، وأيضا ذكر المؤرخين الأوروبيين أيام الطاعون الأسود، أشهر يعني مرض، يعني لعله أطول مرض مر في التاريخ، قعد يمكن عشرات السنوات، يعني ما كانتش سنة أو سنتين، طبعا ما كانش فيه لقاحات أياميها ولا أي شيء، فكانوا الناس برضو بنفس التخلف للعقل الخرافي الإبراهيمي يتجمعون في الكنائس يصلون وكذا، ولما كثرت الجثث وكثرت الوفيات ما بقوش عارفين يعملوا ايه في الجثث دي، فبقوا يرموها في الأنهار التي يشربون منها، ويعني فألقوا بعض الجثث في هذه الأنهار، فأصبح بقى يعني السايكل بتاعت الفيروس، لعل هذا السبب الرئيسي، يعني كان الفيروس لو كان له لسان أو البكتيريا الله أعلم، بكتيريا الله أو أعلم. فيروس لو كان له لسان لشكر لهؤلاء الناس تدينهم الشديد وإيمانهم العميق وتجمعاتهم الجميلة ويعني طقوسهم الظريفة التي أدت لهذا الفيروس بالانتعاش والاستمرار في ويعني الاستمرار لعشرات السنين يعني، فله الحق أن يشكرهم ويحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا. ننتقل إلى نقطة أخرى أستاذ أحمد، زي ما احنا شايفين انه في واحدة من المبررات اللي بيقدموها اصحاب نظرية المؤامرة انه على اساس فيه محدودية موارد في العالم، البشر عمالة بتزيد مليارات ورا مليارات، الان 7 مليار في موارد محدودة، المياه محدودة كذلك، الصراع حول العالم كله على الموارد، فبيتكلموا بيقولوا انه الان فيه طبقه ثريه بتتحكم اللي هم بيديروا العالم، بيديروا من وراء الكواليس،
وأنه هؤلاء يريدون أن يخفضوا أعداد البشر في العالم، أي أنه يعملوا انقراض جماعي بحيث أنه يروح كم كذا مليار، بحيث أنه الموارد الباقية بتقسم على البقية، بحيث أنه ما يكونش في فقر في الموارد أو عجز فيها. الآن من بنقاشنا لوجهة النظر هذه، مثلا نحن نرى بأنه هناك دول أوروبية تقول بأنه يجب أن تزيد عدد أفراد سكانها من أجل أنها تغطي الاحتياجات الإنتاجية. فمن وجهة نظرك، هل هناك حتى ذرة شك عقلانية من وجهة نظر اقتصادية وإنسانية بإمكانية وجود هذه الفرضية؟ والله يعني مستحيل. وبعدين اصلا دعوه زي دي بمؤامره ضخمه زي كده على الجنس البشري كله محتاجه، يعني انت عارف ايه، يعني زي ما بقول دايما، لو انا قلت لك انا عايز منك 5 باوند لما جيت لندن المره الماضيه ممكن تقول لي يا عم خدهم وخلاص، لكن لو اقول لك انت اخذت مني المره الماضيه مش 5 باوند، 5 مليون باوند، هتقول لي فين الاوراق فين الادل، يعني حاجه الدعوه الكبرى محتاجه دليل كبير. دعوه صغرى ممكن تفوت لي، يعني تقول لي والله ما يخالف خد ال5 باوند وريحني، يعني فاهمني. اما لما يكون الدعوه دعوه ضخمه 5 مليار ولا 5 مليون هتقول لي لا يا عم احمد انت حبيبي وكل حاجه، بس فين الكلام ده، انت كنت ايه ساعتها، يعني ايه ما هتسلم في الدعاوى الكبرى بسهوله. فدي دعوه على مستوى الكوكب. وبعدين يعني المشاهد يعني رؤساء من دول العالم، ما هو برضه العقل التقوي ممكن يقول لك دي افلام، يعني ترامب ما جاتلوش ولا ماكرون ولا اي حاجه، دي كلها كانت يعني ايه لعبه ومش عارف ايه. فالاشكال هو يا صديقي في ايه، في ان انت يعني انا لست ضد ان في حد بيخطط ضدي انا شخصيا او ضد العرب او ضد مصر او ضد الاسلام، يا عم يخطط بس يجيب ادلة يقينية مش نظام ايه تخمينات وكده، زي هذا الابله الكاتب البريطاني الذي كتب كتابا عن ان اصل الجنس البشري زواحف فضائيه ومش عارف بيجتمعوا في صحراء نيفادا، وطلع ايضا في اول مشكله الكورونا وقال ان هذه لعبه اسمه ديفيد ايكا، يعني وانا علقت عليها في وقتها على قناتي يعني، واتكلمت على هذا ان احنا اصلنا سلحفاه ولا مش عارف يعني كذا وبتاع، ويعني وان رؤساء العالم كلهم موجودين في نادي سري يضحون بالاطفال، يعني نظريات ممكن لو انت سمعتها في سياق اخر ممكن يعني تنفع فيلم كرتوني مضحك او سخيف حتى بالنسبة للاطفال. اما ان انت تصدق في هذا وبدون ادلة ومجرد بس دعاوة كده، وجابوا برضو بطبيب بريطاني يعني فوق 90 سنة راجل كده جايبينه من المتحف وقاعد يقول برضو ان الموضوع، واشتهر المقطع يعني بالانجليزي كان، لكن المقطع بتاع ديفيد ايه كده كان مترجم حتى للعربي، يعني موجود بالانجليزي وحاطين له سب تايتل بالعربي. يعني جنان، يعني العقل اصلا الذي يؤمن بان يعني في كائنات بتطير احنا لا نراها، فهذا يعني من السهولة بمكان ان هو يؤمن باي شيء دون ان يراه ايضا، يعني بما يسمى مش حتى شبه مش دليل او شبه الدليل، يعني بقالولو، عارف عبد الحليم لما قال قالولو، ولا عبد عادل امام لما قال قالولو، واحد قال يعني حدثني فلان عن حدثني ايه عدنان عن طهقان عن كفران ان في الموضوع ان مثلا في اليمن بيحصل كذا، فانا مصدق على طول. يعني هذا التصديق يعني احيانا بيكون بلاء كالشك، يعني التصديق الزائد كالشك الزائد كلاهما مرض في العقل البشري. نعود وننتقل للدكتور محمد صويلح من لدن. دكتور محمد، بالنسبة كيف يمكن للجهات الصحية المخولة بإعطاء هذه اللقاحات أو المكلفة بإعطاء هذه اللقاحات، كيف يمكنها أن تتعامل مع المواطنين مع المستفيدين من هذه اللقاحات وتستطيع أن تقنعهم بذلك؟ طب طبعا سؤال جدا جدا حلو، بس خلني استغل ان الاستاذ احمد موجود وارمي له كده سؤال بسرعه، لانه قال كلام يعني جدا مهم. مثلا قال العقل الخرافي الابراهيمي، فأنا جلست أفكر في لحظة أنه هل هناك أمثلة، هو طبعا تكلم على أمثلة أيام الدولة الفاطمية والطاعون الكبير وغيره،
في الدول التي لم يصلها العقل الإبراهيمي، هل هناك أمثلة لتعامل مع الأوبئة بشكل مشابه؟ أنا ما عنديش فكرة، ده هو عنده فكرة. كمان لفت نظري الكلام لما سألت عن نظرية المؤامرة، لو أستاذ أحمد كمان وحب بعدين يتكلم عن هذا، إنه ليش إحنا أميل لاستيعاب نظرية المؤامرة؟ هل هي سيكولوجية الفرد، سيكولوجية المجتمع؟ مش عارف. بالنسبة لسؤالك هو مهم على فكرة. أنا اشتغلت فترة هنا في بريطانيا قريب السنتين في تدريب الأشخاص اللي يعطوا فاكسينز، وكان مطلوب مني إن أنا أعمل يعني أصمم الكورس، وكان يعني هذه مثلا إحدى الملازم اللي اشتغلت فيها أنا، ودرست يعني أشخاص يمكن بالمئات عندهم الآن. الموضوع مش سهل. تكلمت أنت قبل شوي سألتني عن الموثوقية. إحنا بعض الأحيان نفهم أن الموثوقية في الشيء هي الخلفية العلمية. اتضح من خلال الدراسات أنه الإنسان يقرر، حتى الإنسان في الدول الحديثة. فاروق معي؟ نعم أسمعك. تسمعوني؟ أسمعك دكتور، أسمعك. معذرة. طيب اتضح أنه من وهذه من أول أشياء اللي ندرب عليها الأشخاص اللي يعطوا فاكسينز. لا تعتقد أنه الحقيقة العلمية هي ما يستخدمه الإنسان، حتى في الدول يعني أنا أتكلمك عن بريطانيا المفروض دولة متقدمة، هي أول شيء يستخدمه كدليل عشان يثق في الشيء. لا، هناك عدة أشياء تتداخل في الموضوع، عدة عوامل. يعني مثلا لما تدرب أنت الأشخاص اللي يعطوا الفاكسين، تعلمهم حاجة اسمها communication with parents، لأنه اتضح أنه أحيانا كثيرة جدا ما يسمعه الشخص من الجيران او من شيخ الجامع، واحمد يمكن استاذ احمد تكلم عن الموضوع هذا، او من شيخ الجامع او الشخص اللي يعني رجل الدين في الكنيسه، او مثلا من حد قريبه يثق فيه ويعطيه قيمه اكثر من المعلومه العلميه. واحيانا ما يكونوش اشخاص بالضروره يعني مثلا المستوى الاجتماعي يعني ما تحصلوش على العلم، اوقات يكونوا لا من طبقات اجتماعيه متعلمه. فاذا انا كطبيب مثلا او كشخص يعطي اللقاح بس استخدمت الساينتفك فاكت وقلت له شوف الارقام، كان كذا مليون يموتوا في الحصبه واليوم ما فيش بسبب الفاكسين، مش كفايه. لازم تفهم الشخص هذا ما هي خلفيته الاجتماعيه، خلفيته الدينيه، اساله انت ايش معلوماتك. اول شيء تساله ايش معلوماتك عن الموضوع، فهو بده يعطيك. والان الانترنت موجود وفي كثير اشياء مكتوبه متضاربه، فالموضوع مش سهل. الدول اللي تعمله الدول هي انه تستخدم كل هذه الاتجاهات، يعني ما تركزش بس على المعلومه العلميه، تحاول ان تخاطب الشعب او الشعب المعين هذا بما يتناسب معه اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا. اعطيك مثال، كان في فتره كان هناك حمله لقاحات يفترض لشان الاطفال في الهند زمان، انا قبل كم سنوات، في مجتمع اسلامي، وكان الناس خايفين من هذا اللقاح بسبب خايفين انه ممكن يكون يسبب العقم يعني بعض الاشخاص يعني، فاستعين بشيخ شيوخ المساجد، استعين بشيوخ المساجد عشان نقنع المواطنين البسطاء او لا، بس هذول مثلا مواطنين بسطاء. في بريطانيا هنا في مثال جدا شهير على فكره، في يعني دراسه نزلت قبل فتره واكتشف بعدين انها كانت مزوره، شككت ببعض انواع اللقاحات وربطتها بالتوحد. والى اليوم اقول لك الى اليوم سنوات مر على هذا الموضوع وتم اثبات عدم صحه هذا الكلام، بس الى اليوم احنا نعاني مع هذا الموضوع. يقول لك اشخاص جدا متعلمين ويسالك طيب هل يسالك على خطر التوحد مع هذا اللقاح. فلازم تدخل الى عقل الشخص هذا، تكلمه بلغه يفهمها، تكلمه بلغه تعرف مصادر معلوماته من وين، جارتها، ابن عمه، شيخ الجامع، تجيب هذه الاشياء كلها مع بعض وبعدين تدخل فيها المعلومه العلميه عشان تصل للشخص تقنعه. يعني مثلا في هذه من الجايد لاينز اللي تنشرها بريطانيا مثلا اثناء تدريب الاشخاص اللي يعطوا، في حاجه كذا بالنص اسمها فاكسين ميثس اند كونتروفيرسيز، يعني نعلم الشخص مجموعه من الاساطير والخرافات المشهوره المعروفه عند الناس عن اللقاحات، ونعلمه كيف يرد عليها باسلوب مش بالضروره بس علمي، بس كمان يتضمن منطق بسيط ومنطق اجتماعي واحيانا منطق ديني او ثقافي. الموضوع مش سهل، فالدول لازم تدرب اشخاص يكونوا عارفين كيف يعطوا اللقاح. العمليه مش بس انك تعطي لقاح بس يعني الابره ومش عارف ايه، لا لازم يكونوا عارفين كيف يتكلموا مع من يستهدفوا وكيف يتكلموا معهم ويكونوا مدربين بشكل جيد. فاعتقد فهو يسمى ملتي ديسيبلينري ابروتش، يعني انك تستخدم
وسائل متعدده، جوانب متعدده، بتعطي خطاب متكامل. احيانا حتى الكوميديا تنفع، احيانا حتى الفن ينفع في انك توصل للناس هذه الموضوع، الاقتناع باللقاحات. وما تفترضش ابدا، مهما كان الشخص متعلم، وهذا شيء جدا كان صادمني في البدايه، ما تفترض ابدا انه هذا الشخص بيقتنع لمجرد انك كلمته في الحقائق العلميه. لا، لازم تدرسه من هذه الجوانب وتتكلم معه بهذا الاسلوب. فهذا ملخص مثلا هذه الملزمه اللي اشتغلتها او الجايد لاينز الموجوده في كيف تدرب الاشخاص اللي يعطوا اللقاحات. المساله مش سهله ابدا. جيد دكتور محمد، بالنسبه لهذه الميكس اللي تكلمت عنها، ايش هي اهم هذه الخرافات المرتبطه باللقاح والتي يتم دراستها بشكل مباشر في الموضوع المتعلقه بالتدريب على اعطاء اللقاح واقناع الافراد المستهدفين بها؟ اعطيك امثله. يعني مثلا انا اعطيك امثله مباشره. مثلا في ميث جدا منتشره، مثلا الان في بعض اللقاحات تعطى مع بعض، يعني بدل ما نجيب مثلا لقاح السداسي مكون من 6 لقاحات تعطيها في وان شوت، بدل ما الطفل يتعذب وتعطيه 6 مرات فتجمع وتعطى في مره واحده. فكثير ناس يجي يسالك ويقول لك كيف انت تعطي 6 امراض مع بعض؟ هذا طفل صغير، يعني مناعته بتتاثر. طبعا هو خطا. ليش؟ لانه الطفل في المراحل الاولى من تكوينه جهازه المناعي يختبر في اللحظه الواحده طول الوقت، ويتعلم من العالم، يختبر الاف من لم يكن مئات الالاف من انواع مختلفه من المواد والميكروبات الموجوده في المحيط، ويختزن ما نسميها بالذاكره، يعني ميموري، اللي هي يعني ذاكره مناعيه. فانت لما تعطي سته او لقاح لست امراض مع بعض، واصلا المكونات امنه جدا، وانت ما تعطيش المرض انت على فكره، لانه كثير ناس يعني مش فاهمين اللقاحات كيف تشتغل، ولهذا الموضوع يكون جدا محير. انت ما تعطيش المرض، انت تعطي شيء بس اشبه بتدريب لجهاز المناعه لانه يتصدى لهذا المرض تحديدا. فايش تفرق لما نعطي انا لقاح في سته او يقيم من 6 امراض لجهاز مناعه الطفل، اللي هو اصلا هو جالس يختبر ويخزن معلومات وذاكره لمئات الالاف من الميكروبات والاشياء حوله طول الوقت. يعني هذه من الاشياء جدا مشهوره. كمان تكلم يمكن استاذ احمد، بعضهم يتكلم يستخدم الحلال الحرام. يعني انا اعتقد قبل 2 او 3 شيخ من احدى الدول الاسلاميه كان يتكلم، انا اشوف ايش مكونات لقاح كورونا عشان اعرف هو حلال او حرام. فمن الاشياء انه يتم وضع اشياء محرمه في هذه الاشياء، فانت تفهمهم انه هذا الكلام مش صحيح ابدا. مثلا انها سامه. في ناس عنده قناعه انه اللقاحات هي سامه، او الهدف منها زي ما انت ذكرت من قبل انه مثلا تقلل عدد السكان، فانت لازم تتعامل مع هذه الاشياء. ايضا زي ما ذكرنا قبل شويه انه يربطوها بعض الاحيان بالتوحد، انه اللقاحات مرتبطه بالتوحد بسبب دراسه اثبت العلم واثبت العلماء انها خاطئه. كمان لازم انت تتكلمهم وتكون مستعد وتكون عارف هذه الاشياء في خلفيتك عشان تقدر ترفع عليهم. وامثله كثيره. اخير قبل ان نعود للاستاذ احمد سعد، بالنسبة لواحدة من الميس التي ظهرت في موجات رفض اللقاح، انه بيقولوا عليها، بيقولوا انه الان الايدز عقود مضت عليه، والانفلونزا لحد الان بعض انواع الانفلونزا لا يوجد لها لقاح، فكيف استطاعوا مثلا انهم ينتجوا لقاح في خلال عام واحد للكوفيد 19 وفيروس جديد لا يعرفونه ولا يدرسونه من قبل؟ هو سؤال وجيه طبعا، وفي كمان مشاهير مش اذكر اسماء تكلموا بهذا المنطق. صحيح. هذا يدل على انه ما فيش فهم لموضوع اللقاح. ايوه. الكلام هذا غير صحيح لعده اسباب. اولا في فرق مثلا بين البرد العادي اللي مش محتاج لقاح ولا علاج، والانفلونزا مثلا. الانفلونزا ما لهاش لقاح، على الاقل في لقاحين. واللقاحين الموجودين في منه يعطى يعني بخاخ، في منه يعطى، بس الشخص اللي يتكلم كذا هو مش عارف. لا، في لقاح الانفلونزا مثلا. مثلا تكلموا على انه السرطان له سنين ومش لقاح، السرطان مش نوع واحد، مش شيء واحد. كل نوع من السرطان يشتغل بطريقه معينه. في بعض الفيروسات اللي ثبت انها تسبب بعدين سرطان، زي فيروس الكبد الوبائي او فيروس هذا الاتش الهيومن بابيلوما فيروس يسبب سرطان عنق الرحم. فانت لما تعطي لقاح للفيروس واذا الفيروس مستجيب انت تمنع السرطان، بس مش كل السرطانات تشتغل بهذا الشكل. بعض السرطانات لها علاقه بالاشعاع، يحصل طفرات. بعضها يعني لها علاقه ايضا بمعدات وراثيه.
فهذا بحث كبير، والحديث عنه بهذا الشكل يدل على انه الشخص ما عندهش خلفيه. الايدز مختلف. الان الفيروسات هي مش شيء واحد، زي البشر مش شيء واحد، زي اي نوع من انواع الحياه مش شيء واحد. لها دوره حياه مختلفه، لها اسلوب يعني تكاثر مختلف. ففيروس الايدز جدا مختلف عن فيروس كورونا شكلا ومضمونا وتركيبا. فيروس الايدز اثبت انه مستعصي على اللقاحات، ومع ذلك الادويه الموجوده اليوم تخلي الشخص يعيش يتعايش مع المرض او فيروس الاتش اي في، نقص المناعه، يتعايش معه ويعيش حياته بشكل كامل. يعني مختلف بالنسبه للكورونا. كورونا هو مش معروف، هو نوع جديد، لكن في تصنيف للحياه. فاحنا مثلا كورونا هذا له تصنيف، احنا عارفين هو تحت ايش من تصنيف يكون موجود، وبالتالي في عندنا معلومه نبدا منها اساسيه. في له ابناء عم وابناء خال اذا صح التعبير، ومن خلال معرفه التركيب هذا نقوم بما، واحنا عندنا خبره مثلا مع فيروسات اخرى، نقوم بالتجارب ونصل الى النتائج. السرعه كانت لانه كان في حاجه وفي الحاح وكان في تركيز، انه العالم كله انشل، فالدول اللي فيها بحث علمي ركزت بشكل كبير على فيروس كورونا. وعلى فكره لما تيجي تقرا الان المصادر الموجوده واللي ان شاء الله نزود فيها المشاهدين، الناس يتكلموا بوضوح، يعني هم عملوا ما يكفي من التجارب علشان يعطونا اللقاح، بس كمان احنا نتعلم ايضا اثناء العمليه نفسها. يعني كل كيف بنعرف وكيف بنطور يعني دفاعاتنا اذا احنا ما نختبرش هذه الاشياء الكافي. بس الان كمان نجمع معلومات، ففي شفافيه وصراحه في العلم، على عكس نظريه المؤامره اللي ما فيش اي ادله زي ما ذكر الاستاذ احمد، اللي ما يعطيك دليل. انا على الاقل اعطيك دليل، وهذا الدليل ومبني على تجارب علميه. فلا، هذا السرديه اللي استخدمها بعض الناس تعود للتخلف للاسف، ويسمعوها ناس كثير. وعلى فكره لما نتكلم عن تخلف مش بس في الدول اللي مشهوره بالخرافه، بس ايضا حتى في المجتمعات المتقدمه في تقبل واسع، بالذات من المشاهير لما يتكلموا بهكذا مواضيع. يعني هذا بس اللي حبيت. شكرا لك دكتور محمد. نعود للاستاذ احمد. استاذ احمد ازيك؟ اهلا بك، يا مرحبا بك من جديد. عزيزي، سؤال اخير فقط حول الديمقراطية وكوفيد 19، واحد من اهم التساؤلات التي اثارها الفيلسوف الامريكي نعم تشومسكي في احد مقابلاته مع اظن مجلة اسبانية كانت. الآن مثلما نرى حظر التجوال، تقييد حريات، مشاركة الجيش، وتغيير لغة الخطاب من لغة ديمقراطية للغة أصبحت أشبه بالتعبئة العسكرية، وما إلى ذلك من المظاهر المخالفة للديمقراطية. نعوم تشومسكي يشير كذلك إلى إمكانية استمرار تأثير الجائحة على التجربة الديمقراطية العالمية لعقود قادمة أو ربما أكثر. الآن ومع بدء موجات اللقاح، مثلاً الدوتشه فيله الالمانيه نشرت استطلاع كان المشاركين الذين فيه وافقوا على حوالي تقريبا 40% وافقوا على ان يتم اخذ اللقاح اجباريا، بحيث انه حجم المخاطر التي قد تحدث للمجتمع وللبلاد وتعطل الاقتصاد والصحه وتشل كل مجالات الحياه، اقترحوا بانه يكون اللقاح اجباري، يعني الدولة تفرضها فرض على كافة المواطنين. 60% رفضوا. الآن مثلا إذا حدثت افتراضا فرضا إذا حدثت مثل هذا التغير ومثل هذا الفرض الإجباري في اللقاح، بالإضافة إلى كل التغييرات التي رأيناها حصلت في البلدان الديمقراطية من مشاركة الجيش وغيره وما إلى ذلك، ما هي آثار ذلك على التجربة الديمقراطية من وجهة نظرك، وما مدى جديتها في أنها يمكن أن تعيد التجربة الديمقراطية؟ والله كلام شومسكي له وجه، يعني له وجه من الصحة، بأن دايما الإشكالات يعني سواء كانت الحروب أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أكيد هتحد من حرية الإنسان، لان هيبقى في مصلحه عليا ومصالح شخصيه، ويعني فهتبقى اذا تعارضت المصلحه يعني الحريه الفرديه مع يعني مع مستقبل الجماعه البشريه، اكيد يعني ما فيش حد هيقول لك يعني اشد الناس يعني ليبراليه وايمانا بالحريه الفرديه هيقول لك والله لا مع الحريه الفرديه، حتى لو كان هذا سيؤدي الى تدمير المجتمع. ف الفكرة هل بقى يعني السؤال هل في ثقة في النظام، ان النظام مش ممكن يسيء استخدام
الاشكالات، يعني مش هقول كوفيد 19 ولا غيره، اي مشكله، حرب، حرب اهليه، حرب عاديه، كارثه طبيعيه، ثقب الاوزون، يعني كل هذه الاشكالات، هل مش ممكن يبقى في اساءه للاستخدام؟ في اساءه للاستخدام لاي شيء ممكن يكون. الحل هو الشفافيه والرقابه والصحافه، وان احنا نتكلم ونتكلم بالادله والبراهين، بحيث نوصل الى حاله من الموازنه بين الحريه الفرديه والحريه الجماعيه، او يعني ومصلحه الجماعه، الحريه الفرديه ومصلحه الجماعه، ما بين مستقبل الجنس البشري وسعاده بعض الافراد من الجنس البشري. فالعملية هتتم بموازنة، هتأثر، أكيد هتأثر، دي يعني أكبر تأثير قبل الحريات المسألة الاقتصادية، يعني كتير من الناس فقدت الشغل بتاعها، كتير من مشاكل كبيرة وضخمة ومستعصية في القطاعات الطبية حول العالم، يعني في قطاعات السياحة، مشاكل ضخمة جدا. فيعني أكيد بالضرورة إن الحرية والحقوق السياسية ممكن تتأثر. يعني الشطاره بقى بتاعت الجنس البشري، او يعني اللي عندهم رشد من ابناء الجنس البشري، ان احنا نعمل ايه موازنات نستطيع ان نتجاوز هذه الاشكاليه. ومع احترامي الشديد يعني لنعوم تشومسكي، لكن هو احيانا بياخد يعني اراء ايه متشدده، وهذه من وجهه نظري، رغم ان ممكن يعني احيانا بعض اراء اكيد بتعجبني، بعضها ما بيعجبنيش، لكن هذه ظاهره صحيه، ان ما يبقاش كل الناس بتقول امين. يعني فكره ان الناس صحيح. كلها تقول امين، هذه فكره سخيفه. لابد حتى لو يعني افتراض، يعني افتراضات وهميه احيانا بتكون مفيده، حتى نظريه المؤامره، بحيث تنشط العقل، يعني اذا كان بس مش هناخدها كبليف او كتصديق او كعقيده، فوالله خير وبركه، يعني فكره كويسه ما فيهاش اي اشكال. محمد كان سال سؤال وخاص بالحضارات الاخرى، انا بقول العقل الخرافي الابراهيمي لان احنا بنعاني منه هنا اكتر، لكن طبعا انا لما ذكرت بعض الاطباء البريطانيين، بعضهم ما لهمش خلفيات دينيه، يعني الجدع ديفيد ايكا ده عنده اللي هو بيسموه نيو ايج ريليجن والحاجات اللي زي كده، ففي يعني ايه، والتفكير الديني بطبيعته لانه بيؤمن بكائنات يعني ايه فوق طبيعيه، فطبيعي جدا هتلاقي عند الهنود وعند الصينيين يعني ايه برضه تفاعلات مضحكه مع الظاهره. نحن عارفين عندهم اله للمرض، اله للموت، اللي هو الاخ شيفا، وشيفا ده يعني راجل اله مفتري وبيعمل مشاكل دايما ويضرب الناس وبتاع، فممكن برضه يفسروا الحاجات دي تفاسير ايمانيه. واحنا عندنا هنا كاهن دجال، يعني مات نقول الله يرحمه، بس الدجال مات كان يقول غسيل الكلوي ما تعملوش، عشان غسيل الكلى ده هوت يعني تليت بتقف ضد اراده الله، لماذا تقف ضد إرادة السماء، وكلام من هبل هذا الهبل. فللأسف الشديد يعني السفهاء في كل مكان، يعني سواء كان في العقل الإبراهيمي، بل حتى في أحيانا في بعض العقل اللاديني أصلا، العقل غير متدين، بعض الناس عندها يعني إيه هلاوة سمعية وبصرية وأفكار خرافية. والله احنا ابناء ايه الدليل والحجه والتفكير العقلاني والتفكير المنطقي والتفكير العلمي، واللي عنده حاجه يعني زي ما قال النص الديني في هذه الكلمات الجميله، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اللي عنده برهان والله يجيبه، اما شبه البرهان او خطابه فكل الناس تجيد الخطابة، حتى الفنان الجميل محمود شكوكو أو إسماعيل ياسين أو أي حد، أو هذا الشيخ الأرعن اللي قال بعدم يعني بعدم غسل الكلى للمرضى بالكلى، أو الشيخ أو القسيس المتخلف اللي قال مثلا بتحريم أنواع من الفاكسين أو الحاخام أو غيره من كهنة الهند والصينيين. يعني فصناعة الدين ورجال الدين و كلامهم فيما لا يفقهون ولا يحسنون لا أول لها ولا آخر، وليس في العقل الإبراهيمي فحسب، ولكن في العقل الإنساني كله، سواء كان متدين ولو حتى أحيانا غير متدين. شكرا لك أستاذ أحمد. الدكتور محمد يبدو بأنه راح. المهم أستاذ أحمد،
لو هنالك كلمة أخيرة تريد أن توجهها لأبناء عالمنا العربي، أبناء المنطقة العربية، أبناء الحضارة العربية والإسلامية، بخصوص الوباء وبخصوص كذلك كل الادعاءات ونظريات المؤامرة التي يعتنقها كل أبناء المنطقة العربية بمختلف مذاهبهم وأفكارهم ومشاربهم. ما فيش داعي احذف كلمة كل يا عم فاروق، ما فيش كل، قول كتير، قول كتير، لكن في ناس هو على الأقل أنا وأنت لازم نفكر بشكل علمي. يعني لا يعني بنحاول نكون علميين وعقلانيين، ودي نصيحتي ليك وليا ولكل الناس اللي بيشوفوا هذا البث، يعني إن إحنا نحاول نكون عقلانيين، نحاول نفكر تفكير علمي، نحاول نفكر تفكير منطقي، وقبل هذا وبعده نكون إنسانيين نؤمن بقيم الحق والخير والجمال، ونحاول أن نروجها وننشرها في بين أبناء الجنس البشري كله، وبداية نبدأ بنفسنا، يعني ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإن انتهت عنه فأنت إيه حكيمه. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. وأنا أعتذر، فصل عندي ورجع. يبدو الدكتور محمد رجع. العفو يا صديقي العزيز، للأسف أعتذر. لا ولا يهمك يا محمد، وأنا سعدت جدا بالحوار معاكم، والحوارات موصولة يا عم محمد ويا عم إن شاء الله. دكتور محمد الحبيب، إن شاء الله نتقابل على خير في حبيبي أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك، يعني هو حديث نشجون، يعني الحديث ان شاء الله نلتقي والله، ولعل ما هو اشد من فيروس كورونا الفيروسات التعصب والتخلف طبعا. والخرافه طبعا. اللي موجوده في والخرافة. العقل البشري عامه والعقل العربي خاصه، واللي خلتنا يمكن الميل هذا للخرافه استاذ احمد، هو اللي خلانا يمكن 2 مليون و500 الف سنه عشان نصنع اول كمبيوتر. صحيح. صحيح. إذن السؤال الأخير لك دكتور محمد، تفضل. فقط سؤال أخير نريد أن نختم به اللقاء معك، كيف يمكن للأنظمة الصحية الاستعداد لمواجهة جوائح مستقبلية ككوفيد 19 وتطوير أدائها في التعامل معه، خصوصا أنه رأينا بأن هناك فشل صحي كبير جدا. على فكرة هذا الفشل معروف لنا سنين نتكلم فيه، يعني اخر سنه، اخر 20 سنه يمكن، وممكن في كلام بارز بتذكروا الناس هذه الايام من 6 سنوات يمكن لبيل جيتس، عن انه احنا مكشوفين تماما فيما يخص الاوبئه، بالذات الاوبئه التنفسيه اللي تنتشر بهذا الشكل اللي تكررت دائما. واقدر اقول لك الى اليوم احنا ما عندناش اي استراتيجيه واضحه، يعني شوف الان لما جاء كوفيد هرعنا الى محاوله ايجاد لقاحات ومحاوله عمل لقاحات في وقت نحتاج لحل جذري صراحة. أنا لا يعني ما عندي أنا تصور كيف لازم يكون، لكن اللي أنا متأكد منه هو التالي، إنه إحنا نصرف مثلا على الميزانيات العسكرية في العالم وعلى الأسلحة النووية كثير جدا، ومهملين ومتناسين هذا الجانب، زي ما إحنا مهملين ومتناسين أشياء زي الاحتباس الحراري وغيره. إيش لازم الدول تعمل؟ لازم شوف الآن كيف كانت الجهود العالمية أدت إلى لقاح في وقت قصير، الدول يجب أنها تجتمع تعمل إعلان مشترك وتشتغل تحط هذا الموضوع في البال، إحنا مكشوفين تماما من هذا الباب، وتطور استراتيجية دولية عالمية بحيث أن العالم كله يعمل ريسبونس واحد في نفس الوقت للتعامل مع الأوبئة اللي تنتشر بهذا الشكل، وإلا فإننا سنرى أوبئة أخرى بهذا، يعني مثل كوفيد كل فترة. لا ننسى أنه كوفيد الآن، قبله إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، والإنفلونزا الإسبانية وغيره كثير من الأوبئة. وانا اختم بهذا واقول للناس رجاء الفاكسين كويس ومهم، وان شاء الله بنحط لكم الرابط بشوف نقدر نعمل كذا، ادخلوا اقراوا في الموضوع، احسن طريقه الان بايدينا علشان كورونا عشان نرجع لحياتنا الطبيعيه هو اللقاح، وهو امن، وخليكم من الخرافات. سؤال بس، سؤال يا محمد قبل ما تنزل، هل بداتوا اللقاحات في بريطانيا؟ نعم، احنا الان في بريطانيا في حاجه اسمها فيز 1. فيز 1 هذه الهدف منها انه يعطوا اللقاح لاكبر عدد ممكن لفئات معينه، يعني عاملين زي السلم مثلا اللي فوق 80 سنه، اللي شغالين كسوشيال وركرز، شغالين في القطاع الصحي، الاشخاص الكبار اللي عندهم امراض، هذول اولا. الهدف الان انه اكبر عدد ممكن يتم اعطائهم اللقاح، بحيث هذا البروتكشن هذا يؤثر في انتشار الفيروس، بعدين نصل الى مستوى من
المناعة المجتمعية لكن بعد اللي في ندخل سننا فيز كده، 2. اللي في سننا ومش شغالين في القطاع الطبي والأطفال لسه؟ لسه شوية. لسه شوف شوية. الأطفال، أنا مثلا الثلاث الفاكسينات مثلا مشهور الآن، موديرنا والثاني هذا الفايزر. فايزر يمكن العمر 16 سنة I think، بس أصغر من كده في الأطفال لا، وما مش أولوية. السبب في ذلك إنه غالبا في الأطفال يا إما ما يكونش فيه أعراض، أو تكون جدا مايلد يعني خفيفة، بس المشكلة إنهم ينقلوا المرض. فالأطفال المستهدفين باللقاحات هم اللي الأسباب خاصة مثلا، يعني عندهم تعرض مشكلة في الجهاز كثير التنفسي في حاجة أو زي كده. أيوة أو أمراض من هذا النوع، بس بشكل عام من عمر 18 سنة وما فوق، لكن بالتدريج. يعني مثلا في القطاع الصحي احنا في المستشفى يعطونا اللقاح، أخذت لأنه اللقاح أنت ولا لسه؟ أنا المفروض أخذه الشهر هذا طب لأنه بالتوفيق. بكون في الطوارئ، بس في زملاء لي أخذوا. في أيضا فئات أخرى بدأوا الآن فيهم، يعني بدأوا مثلا اللي فوق 80 في حملة الآن، اللي كمان كبار في السن، مرضى عندهم أمراض، هذول الآن القطاع الصحي يعني سواء ممرضين أو أطباء وغيره، وحاطين ليست للموضوع هذا في فيز 1. وبعدين زي ما قلت لك، لما يصلوا هم حابين يوصلوا لنقطة إنه يكون لقحنا كفاية ناس، بعدين ندخل فيز 2 اللي هو شوية ريلاكست، بنستفيد من الداتا اللي بتجينا من فيز 1، وبعدين بيكون اللقاح بشكل يعني دوري او ويستهدف بعدين فئات اخرى. نقطة مهمة انه كنت تقولها لفاروق قبل اللقاء، هي انه لو الفيروس هذا عنده وعي، يعني لو عنده اويرنس، فالفيروس يبدو انه يحاول يتحول الى انديميك فيروس، يحاول يتحول الى فيروس مستوطن من ما شهدناه من تغيرات في الفيروس، فممكن يتعايش معه لفترة طويلة، وممكن ايضا يدخل في قائمة اللقاحات اللي تعمل بشكل دوري دوري مثلا في كويس. المملكة المتحدة. نعم.